مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس القراءة للمستوى الأول ابتدائي. يتعلق درس اليوم بالأسبوع الأول من الوحدة الخامسة، الحصة الثانية، صوت القاف مع الحركات الطويلة والتنوين. الكلمات البصرية. أقرأ الكلمات التالية: اللذان، اللتان، الذين، اللواتي. أحسنتم. ألاحظ التغيرات التي تطرأ على صوت القاف في الكلمات التالية: قرأ، قراءة، قال، سقيم، تقول، رقيق، قائد، بقول، عقيق. جيد. لنكتشف معا مقطع القاف المختلف في الكلمات التالية: قعد، قدم، قال، قرأ. ما هو المقطع المختلف؟ ق. أحسنت. قضاة، قفل، قصور، يقول. ما هو المقطع المختلف؟ قو. جيد. قصة، قطة، قرد، فقير. ما هو المقطع المختلف؟ كي. أحسنت. رددوا معي أعزائي التلاميذ هذه الجمل والكلمات والمقاطع: هذا صديق، صديق، قن. سلمت على صديق، صديق، قن. ساعدت صديقا، صديقا، قن. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ صوت القاف في الكلمات التالية: مقال، قا، منقول، قو، ثقيل، قليل، متسابق، قل، لقلاقا، قل، باق، قل. أحسنتم. أقرأ الكلمات وأعوض مقطع القاف: قال، سال. أحسنت. عقول، عجول. جيد. رقيق، رفيق. أحسنت. أقرأ الكلمات وأحذف مقطع القاف: قيود، يود، عقرب، عرب. أحسنتما. أقرأ الكلمات وأضيف مقطع القاف: رئة، قارئة، دم، قدم. جيد. فلنقم الآن بالتجزيء المقطعي للكلمات التالية: قاصر، قاصر. المقطع المتضمن لصوت القاف هو قا. أحسنت. عقول، عقول. المقطع المتضمن لصوت القاف هو قو. أحسنت. سقيم، سقيم. المقطع المتضمن لصوت القاف هو اي. جيد. طريقا، طريقا. المقطع المتضمن لصوت القاف هو قن. طريق، طريق. المقطع المتضمن لصوت القاف هو قن. أحسنت. طريق، طريق. المقطع المتضمن لصوت القاف هو
كن. جيد. إذا أضفنا مد الألف إلى سقط القاف نحصل على قا، وإذا أضفنا له مد الواو نحصل على قو، وإذا أضفنا إليه مد الياء نحصل على قي، وإذا أضفنا له تنوين النصب نحصل على قن، وإذا أضفنا إليه تنوين الضم نحصل على قن، وإذا أضفنا إليه تنوين الكسر نحصل على قن. قا قو قي قن 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 قا قو قي قا قو قي قن 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 بقال تقود عقيم دقيق رفيقا ساق جلس رفيقي ليقرأ معي قصة. فلنتدرب أعزائي التلاميذ على كتابة الكلمات التالية على اللوحة: بقال، بقول، عقيم، بقال، بقول، عقيم، دقيق، رفيقا، ساق، دقيق، رفيقا، ساق. أحسنتم. في نهاية هذا الدرس لا يسعني أعزائي التلاميذ إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم، في أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله.